ازيكم يا مواليد برج الجدي؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الجدي ليوم الخميس 28 ابريل سنة 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 22 ديسمبر ل 31 ديسمبر. انت النهارده عندك عفوية كبيرة جدا جدا، هدوءك وثقتك بيدوك مصدر طبيعي للحيوية بشكل كبير. انت هتبقى مفعم بالحيوية والنشاط حتى في اصعب الظروف، مش هتمثل ليك اي عواقب بالنسبة ليك. هتعرف تنغمس في الحياة بشكل كبير من غير أي تردد. هتستعيد حاجة تعتبر خاصة بيك، لأن كل الأشخاص اللي بيحيطوا بيك هيبقوا مبهورين جدا بيك. وإنك حابب إنك تبتدي في مشروعات هتبقى جديدة من نوعها، مش هيكون عندك أي نقص في عدد المؤيدين ليك. توقعات العشرية التانية مواليد 1 يناير ل 10 يناير. طاقتك النهاردة كبيرة بشكل كبير. انت هتبقى مفعم بالحيوية والشجاعة، مش هتلاقي ظروف افضل علشان تنفذ بيها كل طموحاتك دي. هتتقدم بحذر اكتر، لان ممكن تفقد تركيزك بسهولة من خلال التفاصيل اللي بتبقى معقدة، اللي بتظهر في طريقك وبتبقى شيقة جدا. هتتأكد من انك بتقترب من الحاجات بطريقة تعتبر عقل اكتر وحساسة اكتر. هتركز على كل الجوانب الرئيسية ومش هتضطر انك تنتظر النجاح كتير. توقعات العشرية الثالثة مواليد 11 يناير ل 19 يناير. حريات كتيرة جديدة قدامك النهاردة، نادرا ما بتبقى بتمر بمثل الحالات دي. من وضوح وهدوء وبتمر بيها في اليوم ده، هتساعدك بشكل كبير علشان تساوي كل خلافاتك القديمة مع كل زملائك في الشغل وكل أقاربك النهاردة. فوق ده هتختفي كل المشكلات اللي بتبقى متعلقة بعلاقاتك المتبادلة النهاردة، واللي كنت انت فاكر انها ما اتحلتش قبل كده. فاليوم هتتخلص من كل اثقال الماضي، وهتدعمك سلوكك الايجابي بشكل كبير، وهيكون عندك مجال اوسع علشان تشكل المستقبل.